استكمل هذه النقطة، يعني التقارير التي تتحدث عن العلاقات الروسية المصرية، بعضها أيضا يشير إلى أن روسيا غاضبة لأن مصر تسعى لتنويع مصادر التسليح لجيشها ولقواتها المسلحة ولا تكتفي فقط بالسلاح الروسي. أيضا يعني في هذه النقطة تحديدا تقارير أخرى تتحدث أنه روسيا ربما غير مرتاحة ولم تشعر بالارتياح عندما أنشأت وأقامت مصر ما يعرف بمنتدى غاز شرق المتوسط. يعني تقول هذه التقارير أنه هذا المنتدى يحد من طموح روسيا في منطقة شرق المتوسط. روسيا ليس لها خطط بأن تكون هي الوحيدة المخولة بالتعاون العسكري مع مصر. إن السلاح الروسي هو الأفضل في العالم بلا شك في ذلك، ولكن مصر لها حق سيادي بأن تتحصل على أو تنوع مصادر تسليحها من أي دولة في العالم. نحن ليس لدينا أي بغض أو حقد أو مشاعر سلبية فيما يتعلق بموقف مصر في هذا الأمر. نحن نفهم بأن مصر كواحدة من أكبر دول العالم العربي وأحد قادة أفريقيا هي تتطور وتطور قدراتها العسكرية، ولذلك فيجب عليها أن تقوم بتنويع مصادر تسليحها. نحن سعداء عندما نسعد عندما تفضل مصر بعض الأسلحة الروسية بالطبع، ولكن نحن لا نطالب مصر بأن يكون التواصل فقط في هذا الأمر مع روسيا. نحن بشكل مطلق لا نقوم بهذا الأمر. وغيرها من المجالات، إن الساحة الدولية نحن نفهم أن مصر تقوم بتطوير علاقاتها مع كافة دول العالم، وهذا ليس فقط العلاقات الدبلوماسية، علاقات اقتصادية أيضا وعلاقات ثقافية وغيرها من العلاقات. ونحن نفهم أن مصر لديها علاقات شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع دول غرب أوروبا، وكذلك مع دول حلف الناتو. هذا أمر طبيعي، هذا حق سيادي لأي دولة، والذي نعترف به وننطلق من أن مصر كدولة ذات سيادة لها الحق في التواصل مع كافة دول العالم، ولا يسعنا فقط إلا الترحيب بذلك بأن يكون لمصر دول علاقات ودية مع كافة دول العالم. هذا أمر جيد. فيما يتعلق بمنتدى غاز البحر المتوسط شرق المتوسط، يمكن أن يكون إنتاج الغاز في هذه المنطقة يمكن أن يكون منافسا لروسيا، ولكننا ننطلق من أن هذه فرص جديدة للتعاون بيننا وبين هذه الدول. الشركات الروسية بالفعل تعمل الآن في مصر وفي الساحل المصري وتقوم بإنتاج الغاز ومتكثفات الغاز. شركة روس نفط على سبيل المثال الروسية وشركة روك أويل يعملان في البحر الأحمر. وأريد أن أقول أن روسيا الآن تبحث إمكانية الانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط كمراقب، ولذلك فنحن مستعدون للتعاون في هذا الأمر، ولا ننظر إلى إنشاء هذا المنتدى بأنه ظهور لمنافس لروسيا.
ونحن نبحث عن فرص للتعاون كما قلت لكم. نحن نسعى إلى التعاون والترابط وتقاسم التكنولوجيا كما قلت لكم بالنسبة لعمل الشركات الروسية العملاقة في مصر.